بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو selecting proper size of Judkins left diagnostic coronary catheter. طيب اولا انا بتكلم على الجاتكنز ليفت. الجاتكنز ليفت دايما احنا بنكتب J J L 4 6 F. مقصود من الكلام ده ان انا بقول جاتكن ليفت 6 فرنش، يعني الديامتر بتاع القسطره اللي قدامي دي عباره عن 6 فرنش، والفرنش حوالي 33 من 100 من الملي، يعني تقريبا 6 فرنش بتبقى تقريبا 2 ملي. ده العرض. اما الفور الرقم ده بيقصد بيه ان القسطره دي فيها 2 كيرفز، في برايمري كيرف اللي هو الاولاني اللي بعد التب، وفي سكندري كيرف اللي هو بعده بشويه. المسافه اللي في النص هي دي اللي بتحدد الاربعه. كلمه 4 يعني 4 سنتيمتر المسافه اللي في النص. لو بقت 3 J L 3 هتبقى المسافة 3 أو المسافة 5 زي ما هنشوف في الفيديو. المهم احنا هنتكلم على ازاي القسطرة تدخل جوه الليفت كورونري ارتري. جاتكنز نفسه اللي اخترع القسطرة قال No points are earned for coronary catheterization. The catheters know where to go unless thwarted by the operator. يعني القسطره مجرد ما هتدخلها بالطريقه اللي هو قال عليها هتلاقيها دخلت في الليفت مين من غير اي تدخل. طيب احنا في كل الكتب هتلاقي شارح لك يقول لك الفرق ما بين القسطره الجاتكن الصغيره على الاورطه ده او الكبيره على الاورطه ده او الايديال، ان هو حدد يقول ان التب بتاع القسطره نفسها لو بقت فوق الكورونري ارتري وبقت متجهه لفوق يبقى القسطره دي صغيره، لو كانت التب لتحت تبقى القسطره دي كبيرة، لو كانت في النص وداخله يبقى هي الايديال. طيب هنشوف الكلام ده فعلا هيفيدك ولا في كلام ممكن يسهل لك الامور دي اكتر. كتاب تاني هتلاقيه راسم لك الرسمه دي ويقول لك ان القسطره وهي داخله في الارش في اورطه هي هنا باين ان التب فوق الليفت مين، والقسطره بقت كنكد على نفسها يبقى القسطره دي صغيره على الارش، صغيره جدا. تمام. طيب والشكل الثاني القسطره دي التب بتاعها راشق تحت عند الكورونري كسب وسايب عند الاورتيكا فالف وسايب الكورونري، يعني التب تحت الليفت مين، يقول لك يبقى القسطره دي حجمها كبير. لا هنشوف بقى في الفيديو نفهم المفهوم ده بالظبط ونعرفه ازاي مع العلم ان احنا في القسطره واحنا داخلين بالقسطره والواير ما بنبقاش شايفين الويلز بتاع الاورطه ولا شايفين الكورونري ارتري خالص. طب ازاي احنا بنحدد الكلام ده وازاي ان الاكسبيرينس الاوبريتور بيدخل على طول يقول لك ده القسطره دي صغيره غيرها وهات لي قسطره كبيره او ان القسطره دي كبيره. هيبقى كل السكرت قبل ما اشغل الفيديو، كل السكرت في المسافه اللي ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف دي هتسهل لك كتير. لو لقيت المسافه دي نايمه في الاورطه هوريزونتال والاورطه ما بين الول ده والول ده قدر يستوعبها لدرجه ان هي بقت هوريزونتال وبقت بالعرض، معنى كده ان الاورطه ده كبير وقدر يتحمل القسطره دي. تمام. والعكس صحيح في الكبيره، هتلاقي الجزء ده ما بين البرايمري وما بين السكندري كيرف بقى واقف فيرتيكال، ان الاورطه مش قادر يخليه يبقى ماشي بالعرض، فيرتيكال وطويل قوي، يبقى هو كده بقى معناه كده ان القسطره دي كبيره قوي على الاورطه. طيب قبل ما نشوف الفيديو في نقطه مهمه جدا عايز اوضحها. ايه فكره اختيار السايز الصح؟ هيهمك في ايه؟ بالنسبه للدياجنوستيك كورونري انجيو ممكن اي شده للقسطره وشويه محاولات ممكن نبقى نقولها بعدين ازاي تتصرف لو عندك حتى قسطره حجمها صغير، ازاي ان انت تشبط الاوبننج بتاع القسطره دي في الاورطه عشان في الليفت مين كورونري ارتري، عشان مجرد ان انت تشخص دايجنوستيك كورونري ارتري. الكلام ده هيخليك تعمل دايجنوستيك كورونري انجيوجرافي فقط لا غير، ولكن مش هيديك سبورت خالص. يعني انت لو دخلت بقسطره حتى القسطره الكبيره دي، لو انت دخلت القسطره في الليفت مين هنا وجيت تدخل واير او بالونه او ستنت، مجرد بس ما يحصل اي ريزيستنت جوه الكورونري ارتري هتلاقي القسطره دي ناطره بره في الاورطه ومش هيبقى فيه اي سبورت. هنبقى نتكلم في فيديو تاني على كلمه سبورت. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قسطره جاتكن ليفت هي قسطره مصنوعه عشان نعمل بيها كانيوليشن او سيلكتيف كانيوليشن للليفت مين كورونري ارتري. القسطره دي
فيها كيرفين، برايمري كيرف ده اللي قبل التب بشويه، وسكندري كيرف. المسافه ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف هي اللي بتحدد لنا ان القسطره دي بنسميها جي ال 4، كلمه 4 يعني 4 سنتيمتر ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف، وهي دي الستاندرد اللي بندخل بيها نصور بيها الليفت مين او الليفت كروناري سيستم هنا في مصر. في بعض الدول بيبقى فيها الاشخاص اجسامهم قصيره شويه والاورطه بتاعهم نارو شويه، فممكن ياخدوا قساطر 3.5، فانا بتكلم على الستاندرد عندنا هنا اللي هو جي ال 4. طيب ناخد بالنا بقى من الكيرفات بتاعت القسطره اللي هي الجاتكن ليفت، بيبقى ده شكل البرايمري كيرف تقريبا مع الجزء اللي في النص عامل زاويه قربت من 90 درجه، وده شكل السكندري كيرف. تمام، فكره القسطره وانت مدخل القسطره دي ان انت لازم تفردها بجايد واير زي ما هنشوف دلوقتي. لو جبنا جايد واير هنشوف لما ندخل الـ 0.035 انش جايد واير، تمام، بدخل جايد واير في القسطرة زي ما انت شايف، فرد لي السكندري كيرف، وفرد شوية كل ما دخل الواير وفرد لي البرايمري كيرف. القسطرة كده بقت مفرودة عشان تدخل في الفيسل وتبقى اتروماتيك وتعديلي من الفيمورال او الريديال ابروتش لحد ما توصل للأورط. طب ايه فكرتها وصلناها ازاي كده ازاي؟ نشوف على الماكيت ده، هندخل فيمورال كأن ده الفيمورال شيس، وطبعا دايما كأي قاعدة من قواعد القسطرة الجي تيب دواير هو اللي سابق، وبندكك القسطرة وراه. لحد ما الواير بيخبط في الاورطه. طبعا انا في الحقيقه مبقاش شايف الاورطه ولا الاورطه كول، انا شايف انجيوجرافيك لاند مارك. لحد ما الواير هيخبط في الاورطه هدكك القسطره، وبعدين هاجي عند الاورطه وانا بسحب الواير بلاقي القسطره بتبتدي تاخد شكلها اللي كانت عليه. ده اللي بيحصل في الحقيقه فعلا، لحد ما الاقي القسطره حصل لها جامب انتو ليفت مين كوروناري ارتري. طيب ناخد بالنا تاني، لو دخلت الواير هيفرد القسطرة خالص ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف، تقريبا انفتحوا. طيب معنى كده ان اللي صنع القسطرة دي عمل لها كيرفين بحيث ان القسطرة تتزنق في الاورطة ما بين الوول ده والكونترالاترال وول اللي قصاده وما تطلعش بره، ولو لقت فتحة قصادها هتدخل فيها زي ما حصل دلوقتي بالظبط. كده مفرودة كده شبكة دخلت في الكورونري. طيب عايزين بقى نعرف القسطرة ازاي في الكورونري انجيو، هل هي كبيرة على الاورطة يعني الاورطة از نارو، ولا الاورطة از وايد وانيوريزمال والقسطرة دي صغيرة وانا محتاج اخد قسطرة بمقاس اكبر تاني، اخد مثلا جاتكن 5 او جاتكن 6، او ان انا اخد قسطرة صغيرة جاتكن 3.5. في الماكيت ده طبعا قدامنا ده الاورطة، والاورطة ده ستاندرد يعني مناسب بالنسبة له قوي القسطرة الجاتكن ليفت 4، فأنا هحط لك صلصال كأن ده الوول بتاع الأورطة ماشي مع الأورطة بتاعنا، وعلى الكونترالاترال وول الناحية التانية، وده الأورتيك فالف. تمام، من المفترض إن أنا بدخل القسطرة كده مفرودة بالواير، والواير يفضل ماشي 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 لحد ما الواير هيخبط في الكسب ويلف شوية، وبعدين القسطرة أنا دلوقتي هحاول إن أنا أشيل الواير وأسحبه. كل ما أسحب الواير ثبتها شوية، كل ما أسحب الواير القسطرة بترجع لشكلها الطبيعي وبتجمب لو لقت فتحة. طيب أنا أقصد بقى من الفيديو ده إيه؟ لما سحبت الواير القسطرة اتحشرت في الأورطة ما بين الوول ده والكونترالاترال وول ده، فشوية حتى لو القسطرة ما دخلتش معايا في الليفت مين ممكن اسحب القسطرة فوق شوية تحت شوية هيحصل لها جمب في الليفت مين في 99% من الحالات.
طيب هو ايه اللي بيحصل لو الاورطه كبير؟ نرجع تاني نفرد القسطره ونكبر الاورطه. لو كبرت لك الاورطه كده، انا زودت الديامتر بتاعه وخليته كبير وانيوريزمال، وانا داخل بالقسطره بتاعتي والواير، هدخل بالقسطره وبعدين هحاول اسحب الواير احاول اسحب الواير اسحب الواير اسحب الواير، بشد القسطره، لقيت القسطره بقى شكلها كده بالظبط. القسطره رجعت تقريبا لشكلها الاصلي، وبقت التب بتاعتها بصه لفوق، وبقى البارت اللي ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف واخد شكل هوريزونتال. تمام، يبقى كده من غير ما اشوف الاورطه خالص هبقى عارف ان القسطره كده كبيره على القرش. والاكسبيرينس اوبريتور يبص يقول لك ده القسطره دي صغيره قوي والقرش ده كبير. تمام، نجرب تاني. فاحدى الطرق ان انت ممكن تنزل بالواير خالص وتدكك القسطره لحد ما تقربها من الاوستيوم، وتسحب على امل ان القسطره دي تشبط في الاوستيوم بتاع الليفت مين. بس خلي بالك القسطره دي نوت سبورتد، يعني ممكن تنفع الحركه دي في حالات الدايجنوستيك كوروناري انجيو، يعني شده مجرد بس زقه بالقسطره هتنطر وتطلع مني بره الليفت مين. ولكن ممكن في الحاله دي ان انا اخد صور كوروناري انجيو بس مفيش اي سبورت، وهنبقى نتكلم على كلمه سبورت في فيديوهات تانية يعني ايه كلمه سبورت اللي مهمه جدا في البي سي اي. طيب ناخد بقى مثال للنارو اورطه. لو الاورطه ده نارو خالص كده، بقى نارو قوي، وانا داخل بالقسطره بتاعتي وهي مفروده، هبتدي ادخل بيها لحد ما اخبط هنا. طيب افتح لي كده، شيل الواير شيل الواير شيل الواير، القسطره التب بتاعها بقى تحت الليفت مين، والمسافه اللي ما بين البرايمري كيرف والسكندري كيرف تقريبا بقت فيرتيكال مش بقت هوريزونتال زي المثال اللي فات. كده اعرف ان القسطره كبيره قوي على الاورطه ومحشوره ومش عارفه حتى تاخد الشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. افضل اشد فيها فوق تحت على امل برضو ان هي تعدي، ولكن لو قرش صغير قوي وانا واخد قسطره كبيره مش هينفع، فاضطر ان انا اجيب مقاس صغير، اجيب قسطره 3.5، وطبعا مش هتبقى سبورتف خالص في البي سي ار.